إيران دخلت على خط الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال تقارير استخبارية قد نشرت اليوم بين الأوساط الأوكرانية بهذا الشكل. وهذه الأوساط الأوكرانية تحدثت عن العديد من التفاصيل من عملية تسليم إيران لروسيا طائرات مسيرة إيرانية من أجل استخدامها في الحرب وفي العملية العسكرية التي تخوضها في الداخل الأوكراني، بل إن حتى بعض الأوساط الروسية هي تحدثت عن تفاصيل ما جرى من تسليم هذه الطائرة المسيرة. هنالك نوع واحد من الطائرات المسيرة كما ترون هو الذي تم تسليمه من قبل إيران إلى روسيا، وهو شاهد 129. هذه الطائرة التي لها قدرات لا بأس بها وقدرات كبيرة للغاية على المستوى العسكري، فهي تستطيع التحليق لمسافة 1700 كيلومترا، بالإضافة إلى أنها قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة. طائرة قاصفة فعالة، من الممكن أن تكون لديها العديد من القدرات التي ممكن أن تحققها في أي عملية عسكرية، ممكن أن تتحقق ضد أي جماعة بأي شكل من الأشكال، وهي طائرة ليست بالبطيئة أبدا. هذه الطائرة هي واحدة من نوعين من الطائرات المسيرة الإيرانية التي كشف عن تفاصيلها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قبل أسبوعين تقريبا. وبعد ذلك هذه الطائرة أساسا قد ظهرت عن طريق صورة نشرتها CNN الأمريكي بقمر صناعي، وبالقمر الصناعي وضحت هذه الصورة لمطار كاشان في الداخل الإيراني. هذه هي طائرة شاهد 129 كما تلاحظون، وبين هذا القمر الصناعي الوفد الروسي، وهو موجود بالقرب من هذه الطائرة، وهذا يفسر الكثير من الأمور من هذا التقرير الذي طبعا تحدث عن وصول هذه الطائرة المسيرة واستلامها من قبل الروس، وقد نراها فجأة طبعا في الأيام القادمة أو حتى في الساعات القادمة في الأجواء الأوكرانية، وهي تقاتل الجنود والجيش الأوكراني بكل تأكيد. هنالك تفاصيل أخرى قد تمت إضافتها طبعا من قبل هذه التقارير التي نشرت بين الأوساط الأوكرانية وكذلك الأوساط الروسية، هو عن كيفية تسليم إيران لروسيا لهذه الطائرات. وطبعا إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي فقط لنتعرف عن طبيعة الطريقة التي سلموا بها هذه الطائرات بالتوجه إلى إيران بهذا الاتجاه، وأصبحنا هنا طبعا أمام بحر مهم جدا، وهو بحر قزوين. هذا هو بحر قزوين الذي ترونه بهذا الاتجاه. هذه إيران، وهذه طبعا روسيا، وهذه هي أوكرانيا، وهنا شرق أوكرانيا بكل تأكيد. التسليم هو كان عن طريق بحر قزوين بهذا الشكل، وبحسب هذه التقارير التي تحدثت عن هذه التفاصيل بأنها عبرت هذا البحر بهذا الشكل وأوصلتها إلى الأراضي الروسية، بل إنها حتى سمت الأسماء وأسماء المناطق التي دخلت إليها هذه الطائرات المسيرة وإلى أين هي توجهت بالفعل. وبالتالي دعونا نأخذ صورة أقرب إلى الداخل الروسي قليلا بالقرب من شرق أوكرانيا لكي نتعرف عن طبيعة وصول والمنطقة وصول هذه الطائرة التي نتحدث عنها بكل تأكيد. بالتوقف هنا بهذه المنطقة، فإن المنطقة التي وصلت إليها هذه الطائرات المسيرة هي منطقة أستراخان بهذا الاتجاه. وبعد ذلك هذه التقارير ذكرت بأن الطائرات المسيرة أيضا انتقلت إلى هذه المنطقة التي ترونها، وهي فولغوغارد بهذا الاتجاه، هذه المنطقة الروسية المهمة للغاية. وبالتالي الواضح جدا بأن الطائرات المسيرة ستجد موقعها بهذا الاتجاه، وقد تكون هنالك مقرات السيطرة تستخدم من أجل قيادة هذه الطائرات المسيرة والتحكم بها من أجل تحقيق نجاح أكبر في هذه وفي هذه المنطقة المهمة جدا إلى شرق أوكرانيا. لم يتبقى إلا القليل للقوات الروسية من أجل السيطرة تماما على هذه المنطقة. هنالك منطقتين وهي طبعا سلوفيانسك وكراماتورسك، هي تعتبر نقطة صراع كبيرة جدا ومهمة، وأن الطائرة المسيرة ممكن أن تدخل فعلا إلى أعماق أوكرانيا في ظل المدى الذي تتمتع به، وهو 1700 كيلومترا بالنسبة لهذه الطائرات المسيرة. الإعلان وهذا التقرير الذي صدر هو يأتي بشكل مباشر وبعد 72 ساعة تقريبا من إعلان مقابل قد جاء من قبل أوكرانيا بشكل رسمي من وزير الدفاع الأوكراني، وحتى جاء من السلطات الأوكرانية وحتى من الناتو عن عملية استلام أوكرانيا هذه الأسلحة التي ترونها والمنظومات الصاروخية. نتحدث عن M142 وكذلك منظومة الـ
هاي مارس التي ترونها وهي M270 التي تتمتع بقدرات لتحقيق كثافة نارية، وأن هذه المنظومات طبعا إذا لديها إمكانيات بإطلاق الصواريخ البالستية بالنسبة لM142 تستطيع إطلاق صاروخا بالستي إلى مسافة 300 كيلومترا، وبالنسبة للM270 تستطيع إطلاق صاروخين بالستيين في المرة الواحدة، وممكن أن تصل إذا كانت موجهة وعالية الدقة أن تصل إلى مسافة 500 كيلومترا. وكان أساسا قبل 8 أيام تقريبا هذا الرجل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد صرح بشكل واضح بأنه سيجمع ما يقارب 1 مليون جندي من الجنود الأوكران، وسيستخدم الأسلحة التي ستصل من الناتو والتي أصبحت واضحة لنا بهذا الشكل، وبأنه سيستخدم وسيقوم بعملية عسكرية كبيرة هجومية، هجوم مضاد كاونتر أتاك. هو سيأتي إلى جنوب أوكرانيا، وجنوب أوكرانيا هذا يعني مدينة خيرسون، وسيعني هذه المنطقة بأكملها، وهو يعني أيضا شبه جزيرة القرم، لأن بالنسبة لأوكرانيا وبالنسبة لكييف هم لا يعترفون بالشرعية التي تمتعت بها طبعا روسيا من أجل السيطرة على شبه جزيرة القرم، فكان هنالك استفتاء في عام 2014 وتمكنوا من السيطرة عليها وأصبحت طبعا باللون الأحمر. بالنسبة لأوكرانيا هذه المنطقة هي منطقة أوكرانية وليست روسيا. بالتوجه الآن مثلا على سبيل المثال إلى القمر الصناعي، فقط لنفهم طبيعة هذه المواجهة التي نتحدث عنها بين المنظومات الصاروخية الأوكرانية وكذلك الطائرات المسيرة الإيرانية، وكيف من الممكن أن تتغير. هنالك تفاصيل جديدة تأتي في الجنوب، وفعلا أن القوات الأوكرانية من خلال هذه التفاصيل التي سأذكرها لكم توضح أن القوات الأوكرانية قد بدأت بهذه العمليات العسكرية إلى الجنوب. هنا كما تلاحظون هذه هي خيرسون، وكذلك هنا منطقة أخرى وهي نوفا كاخوفكا، وكذلك هنا كاخوفكا التي ترونها بهذا الاتجاه. القوات الروسية هي تسيطر على جميع هذه المناطق التي ترونها حتى هذه المنطقة بهذا الاتجاه، والقوات الأوكرانية هي ضاغطة على هذه المناطق الجنوبية طبعا وتضغط بشكل كبير للغاية. وكان هنالك تطورا مثيرا أساسا بالنسبة للقوات الأوكرانية، قد بدأ يظهر، بدأت هنالك ضربات صاروخية ليست واضحة ما إذا كانت وبدأت أساسا القوات الأوكرانية باستخدام المنظومات الصاروخية التي تحدثنا عنها الهاي مارس تجاه القوات الروسية، ولكن هنالك ضربات صاروخية مكثفة تأتي من عدد من النقاط، هي استهدفت طبعا خيرسون، استهدفت كذلك نوفا كاخوفكا وكذلك كاخوفكا بهذا الاتجاه، وكان الاستهداف دقيقا للغاية لأكدسة للعتاد وكذلك مقرات للسيطرة ومقرات للقيادة الروسية بهذا الاتجاه، بل إن الاستهدافات جاءت على عدد من الجسور الموجودة التي تستخدمها طبعا القوات الروسية في هذه المناطق تقريبا، وأن هذه الضربات طبعا التي جاءت على الجسور بهذا الاتجاه تقريبا الهدف منها هو تدميرها طبعا بالتمام والكمال، وذلك من أجل جعل القوات الروسية في موقف محرج بأنها لن تتمكن من العبور من مساندة القوات الروسية الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي القوات الأوكرانية تستطيع السيطرة عليها. هنالك تفاصيل جديدة قد جاءت أيضا في هذه المنطقة التي ترونها وهي فيسكوبيليا بهذا الاتجاه التي تسيطر عليها أساسا القوات الروسية بحسب ساوث فرانت، والتي نقلت تفاصيلا من هيئة الأركان المشتركة العسكرية طبعا الأوكرانية، هي أكدت بأن القوات الأوكرانية قد تمكنت الآن في ظل هذا القصف الكبير للغاية الذي نتحدث عنه، تمكنت من عملية محاصرة فيسكوبيليا بهذا الاتجاه، وهي الآن تحاصر 1000 من الجنود الروس في هذه المنطقة، وبالتالي الرغبة كبيرة جدا في عملية الضغط. ويجب أن ننتبه أن الجسور التي حاولت القوات الأوكرانية من ضربها وقطع الطريق على نهر الدنيبر، الروس طبعا من أجل عبور نهر الدنيبر من أجل الإسناد الذي نتحدث عنه لم تنجح هذه اللحظة، وحتى هذه اللحظة طبعا بسبب أن هذه الجسور قد تضررت بنسبة ما يقارب 30%، من 20% إلى 30%، ولا زالت القوات الروسية تستخدمها، ولكن الرشقات الصاروخية والكثافة النارية مستمرة من القوات الأوكرانية، وهي بدأت تضغط باستغلال هذه الأسلحة التي تحدثنا عنها. وبالتالي السؤال الأكبر، إلى أين تريد أن تصل القوات الأوكرانية في هذه المعارك طبعا بكل تأكيد، وكيف من الممكن أن تكون لهذه العمليات التي نتحدث عنها ولأسلحة الناتو أن تكون مفيدة بالنسبة إليهم، وكيف للطائرات المسيرة الإيرانية أن تكون ناجحة في عملية التصدي. بكل تأكيد القوات الأوكرانية ببساطة شديدة جدا كل ما عليها القيام به أن تمر بثلاث مراحل: أولا السيطرة على خيرسون،
تأمين هذا النهر، نهر الدنيبر، من أجل التصدي لأي هجمات مضادة من قبل القوات الروسية، وبعد ذلك الانتقال للسيطرة من جديد وإعادة السيطرة على مقاطعة خيرسون بالكامل ودفع القوات الروسية إلى شبه جزيرة القرم، وبعد ذلك كمرحلة ثالثة هي الوصول إلى شبه جزيرة القرم والسيطرة عليها والوصول إلى مضيق كيرش الذي ترونه بهذا الاتجاه، وبالتالي يصبح للقوات وتعود أوكرانيا من جديد إلى بحر آزوف الذي تسيطر عليه روسيا الآن بالتمام والكمال. هل من الممكن لهذا أن يحدث؟ صعب وصعب للغاية بسبب إمكانيات القوات الروسية الكبيرة في عملية وخبرتها وتجاربها في اتخاذ الأنهر مثلا على سبيل المثال مثل نهر الدنيبر كخطوط دفاعية لها، بالإضافة إلى أنها تهيمن على الأجواء الأوكرانية بشكل كبير، وبالإضافة إلى الطائرات المسيرة الإيرانية التي نتحدث عنها التي ممكن أن تأتي بضربات خاطفة وسريعة ضد النقاط الموجودة التي تستخدمها أوكرانيا في هذه المنظومات الصاروخية الهايمارس تحديدا التي تريد استغلالها في المعارك. ممكن لهذه الطائرات المسيرة فعلا أن تسبب ضررا كبيرا لها، لأن الرادارات ستعاني في عملية معرفة من أين تأتي هذه الطائرات المسيرة بكل تأكيد. لذلك لن تكون الأمور سهلة بالنسبة للقوات الأوكرانية بأي شكل من الأشكال مسألة دخول الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا بظل هذه التقارير التي نتحدث عنها، هي مسألة محرجة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية. فقبل 5 أيام كان قد ظهر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جنرال مارك ميلي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وحذروا إيران من إرسال الطائرات المسيرة الحربية أو العسكرية لروسيا من أجل استخدامها في أوكرانيا. وبحسب التقارير التي نتحدث عنها التي تداولتها طبعا الأوساط الأوكرانية والأوساط الروسية، يبدو بأن هذا الأمر قد أصبح واقعا. وبالتالي السؤال الأكبر، ما الذي ممكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذه المسألة بمعرفة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكيف تتعامل مع الأمور؟ فقد يعني هذا أن تسليم الطائرات المسيرة إلى روسيا من قبل إيران سيعني ضغطا اقتصاديا جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، وهذا قد يتسبب بسرعة كبيرة إلى فشل العودة للاتفاقية النووية أو ما تبقى من فرص للعودة للاتفاقية النووية التي لا زالت فرصتها طبعا موجودة حتى هذه اللحظة. لماذا؟ لأن بيانات التضخم الجديدة الآن القادمة من إيران والتي نشرت اليوم هي توضح ارتفاعا كبيرا في نسب التضخم، وأصبحت الأمور في غلاء خطير للغاية. هذا كما تلاحظون هنا التضخم السنوي بحسب هذه الإحصائية القادمة من الداخل الإيراني، وهي توضح بهذا الشكل بأن النسبة قد ارتفعت بنسبة 54 أو أكثر من 54% نسبة التضخم في داخل إيران بسبب الضغوط الاقتصادية بكل تأكيد. أي بما معنى أن المواطنين الذين يشترون أساساً السلع والأمور الغذائية طبعاً والتغذية والأطعمة والتبغ وغيرها ازدادت بنسبة 54% أكثر مما كانوا ينفقون في العام الماضي، بالتالي غلاء أكثر من 50% يعتبر غلاء خطيرا للغاية، بل إن حتى التضخم الفوري الذي ظهر من خلال هذه البيانات يوضح بأن الأمور قد ارتفعت إلى 86% لنفس هذه النسبة، بالتالي الأمور متوجهة بالغلاء. أي ضغط اقتصادي آخر قد لا يعني شيئا، وقد يعني بأن العودة للاتفاقية النووية لا فائدة منه أبدا، وهذا طبعا يعتبر خطرا كبيرا جدا على ما ممكن أن يأتي للولايات المتحدة الأمريكية وإحراج كبير لها واضح، لأن الضغط أيضا على المستوى الاقتصادي لأنها وعدت بالتصرف ضد هذه الصفقة بالطائرات المسيرة إذا ما وصلت إلى روسيا طبعا، وهي أصبحت واضحة بأنها وصلت، ضغط اقتصادي، فشل المفاوضات النووية، فشل حصول الولايات المتحدة الأمريكية على الطاقة الإيرانية التي ممكن أن تكون مفيدة في ظل الأزمة وأزمة الطاقة التي يعاني منها العالم، وهو يعني بشكل أوتوماتيكي إمكانية وصول إيران إلى القنبلة النووية، ليس فقط بسبب أنها تخصب اليورانيوم بنسبة 60% التي من الممكن أن ترفعها ولديها القدرة لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90%، بل بسبب أنباء جديدة هي قادمة ونشرت اليوم بتصريحات رسمية إيرانية قادمة من رئيس الطاقة أو رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، وثبتت هذا التصريح وكالة رويترز، وقال بصريح العبارة: لن نعيد تشغيل الطائرة طبعا الكاميرات في منشأة نطنز مرة ثانية بعد أن رفعوها بسبب إدانة قادمة من مجلس المحافظين
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران لن يشغلوا هذه الكاميرات حتى العودة للاتفاقية النووية. باختصار شديد جدا أيتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيها الغرب وأيتها طبعا ويا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير مسموح لكم أن تروا أي شيء مما نقوم به في منشأة نطنز النووية، وبالتالي الأمور في خطر كبير للغاية على المستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف من الممكن أن تتصرف تجاه إيران، حتى أن منشورا قد صدر على الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني اليوم كان واضحا بهذا الشكل الذي تلاحظونه في رسالة موجهة إلى الغرب، ذكر فيها Game Over، اللعبة قد انتهت، وكذلك ذكرت عبارة غروب الغرب، وذكرت أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت ضعيفة التأثير، والنفوذ الغربي والسياسات الغربية في المنطقة أقل فعالية الآن، وذكر طبعا اسم العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ليوضحوا طبعا محور المقاومة الذي بدأ يزداد قوة بحسب تعبير هذا المنشور الذي نتحدث عنه. هذه التفاصيل، الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أتحدث عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدأ يستغل وبدأ يستثمر في هذه المسألة. يوم أمس على سبيل المثال نشرت تصريحات له قال بأن إيران في طبيعة الحال ستصبح دولة نووية بحسب اعتقاده، وأيضا هو شكك في حقيقة ما إذا كانت الآن تمتلك إيران القنبلة النووية أو لا، وقال أعتقد وقد تكون إيران تمتلك القنبلة النووية ونحن لا نعلم شيئا في هذه التفاصيل، في انتقاد واضح طبعا لسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تبعها على مستوى السياسات الخارجية وانعكاسات ما يحدث من السياسات الخارجية على الداخل الأمريكي. هو يستثمر ويزيد الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما حدث من انسحاب وصف بالمهين للولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، بدء العملية العسكرية الروسية تجاه أوكرانيا، خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لثقة المملكة العربية السعودية وللطاقة التي كان من الممكن أن تكون مفيدة مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وها نحن أمام صفقة لوصول طائرات مسيرة طبعا إلى روسيا، وبالتالي طائرات مسيرة إيرانية نتحدث إلى روسيا، وبالتالي المحور المقابل المحور المعادي للولايات المتحدة الأمريكية أصبح قويا للغاية. وأساساً الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدأ أيضا يستثمر في مسألة ترشيحه لانتخابات عام 2024 مؤخرا على الانتليجنسر، وهو إحدى المواقع التابعة لصحيفة نيويورك. هذه الصحيفة قابلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووضح لها بشكل واضح بأنه قد اتخذ القرار، يقصد هنا قرار ترشحه إلى انتخابات والانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024، ولكنه وضح هنا بأن هنالك تساؤلا ما إذا كان سيتخذ هذا القرار قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي التي ستبدأ وستكون حاضرة في نوفمبر القادم أو بعد انتهاء انتخابات الكونغرس الأمريكي. هذا هو السؤال الأكبر بالنسبة للحزب الجمهوري، هو قلق للغاية إذا ما قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترشيح نفسه قبل بدء انتخابات الكونغرس الأمريكي، وهذا أصبح واضحا بهذا الشكل. إن الحزب الجمهوري وضح تماما هذا القلق وأسباب هذا القلق، لأن الأنظار ستذهب إلى دونالد ترامب، ستذهب وسيستثمر أساسا الحزب الديمقراطي الأخطاء التي وقع بها دونالد ترامب، سيستثمرون كثيرا من أجل الضغط أكثر على الجمهوريين من أجل تقليل حظوظهم في فوز في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر القادم. الحزب الجمهوري يتمتع بتقدم كبير جدا الآن ويتطلع إلى الفوز في الانتخابات القادمة كما تلاحظون بحسب الـ 538 حتى يوم أمس. المواطن الأمريكي يريد الحزب الديمقراطي أن يسيطر على الكونغرس الأمريكي بأكمله بنسبة 44.2%، بينما المواطنون الأمريكيون الآخرون طبعا يريدون 43.1% من الحزب الديمقراطي أن يسيطر. بالتالي هنالك رغبة للحزب الجمهوري أن يسيطر على الكونغرس الأمريكي، وكذلك بالنسبة للجمهوريين يتمتعون بإمكانية كبيرة جدا بحسب إحصائية الـ 538 توضح أن فرص الجمهوريين للسيطرة على مجلس النواب الأمريكي تصل إلى 85%، هيمنة كبيرة جدا حتى مجلس الشيوخ الأمريكي. فعلى الرغم من النسبة متقاربة بين الطرفين إلا أننا نلاحظ الحزب الجمهوري متقدم بنسبة 51%، وكل ما يحتاج له الحزب الجمهوري للسيطرة على مجلس الشيوخ الحفاظ على المكاسب التي يمتلكونها والفوز بمقعد واحد لكي يسيطروا على الكونغرس بأكمله، ويضعوا طبعا الرئيس الأمريكي
جو بايدن تحت المطرقة، وهنالك أطراف أخرى هي تستثمر في مسألة فشل السياسات الأمريكية الخارجية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. هي ليست فقط الحزب الجمهوري أو حتى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا أبدا، بل إن الصين دخلت على الخط في تهديداتها من أجل اجتياح تايوان، وهذا الأمر أصبح واضحا مع تفاصيل قد ذكرت حول زيارة قادمة ومرتقبة لنانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي. هي من المفترض أن تكون لديها زيارة إلى تايوان، وبالنسبة للصين هذه تعتبر مشكلة حقيقية، حيث أن مسؤولين عدد من المسؤولين المطلعين على تحذيرات وإنذار صيني قد وجهت مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى تايوان من خطر هذه الزيارة. وإذا تمت هذه الزيارة ما الذي ممكن أن يحدث؟ تصريحات كانت إلى الفاينانشال تايمز ثبتتها وكالة رويترز، وكما نلاحظ 6 أشخاص مطلعين على التحذيرات الصينية قالوا الآتي: التحذيرات كانت أقوى بكثير من التهديدات التي وجهتها بكين في الماضي عندما كانت غير راضية عن الإجراءات أو السياسة الأمريكية بشأن تايوان والتي تطالب بها الصين. وأضافوا أيضا: الخطاب الصيني الخاص يشير إلى رد عسكري محتمل. المشكلة الحقيقية بالنسبة للصين، وقد يتساءل البعض لماذا هذه مشكلة، الزيارات الأوروبية إلى تايوان، هنا تايوان هنا الصين كما ترون، الزيارات الأوروبية الكثيرة، زيارة نانسي بيلوسي المرتقبة إلى تايوان قد تعني مشكلة وخطرا على الأمن القومي الصيني. الصين تنزعج تماما من هذه الزيارات، لأن كل هذه الزيارات فيها خطابات معادية ومواجهة إلى الصين، ولذلك هي تقوم بالعديد من المناورات في الفترة الأخيرة حول تايوان من أجل عملية غزوها واجتياحها. بل إن اليوم تايوان بدأت بعملية محاكاة لهجمات صاروخية محتملة من الصين على تايوان، وذلك من أجل عملية إخلاء طبعا الشوارع لمدة 30 دقيقة عند حدوث هذا السيناريو. وبالتالي هم في مشكلة حقيقية للغاية بالنسبة لتايوان. التطور خطير جدا، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تسيطر على كل هذه المناطق التي ترونها، والصين بالنسبة إليها السيطرة على تايوان لأنها تعتبرها جزءا من السيادة الصينية مهمة، ليست فقط لأنها جزءا من السيادة الصينية بل لكسر شوكة الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد في هذه المنطقة. لذلك نحن أمام تطورات صعبة جدا وتطورات خطيرة جدا تأتي في هذه المنطقة، وبالتالي السؤال الأهم: كيف وإلى أين ستصل هذه الأمور؟